السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الاجتماع فين؟ عند مطعم بسمة حزني حسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه حسني. الاجتماع اليوم عند عمنا حسني وأخونا حسني. هاي ندخل. ما شاء الله تبارك الله. نسمي بالله كذا ونقول يا الله. انا من هنا. يا سلام. وش قالوا لي؟ اختار اختار السمك. هنختار. اديني حريدة. ارجع اصور لكم الولاد. شوفوا طبعا. شوف هنا احنا نذكر اسماء السمك حيصير اختلاف. ها الورقه اللي هي دي. خليها عندي دي الورقه ولا ايش؟ خلاص تصوير كده شويه. ايوه هذا اللي صورنا. نشوف هنا ايش عنده. هذه مشاوي لحم. عجيب. هو كله لحم وسمك. الجلسة هنا كده. هذه دخلتنا نحن كده. ما شاء الله المطعم طلع مطعم كله. يعني انا على بالي بس سمك. هذا سي فود مكتوب بالانجليزي. ايوه ارزو. ارزو سي فود. شوف هذه المقبلات عندهم. شوف عندهم هنا طاجين باميه باللحم الضاني. طاجين خضار مشكل. ملوخيه ساده. ملوخيه باللحم الضاني. طاجين لسان عصفور. ما شاء الله. وهذا الكوارع. انا لو اعرف انه في كوارع كان جينا للكوارع اخذناها هنا. حمامة مشوية. اما الحمام هذا جربته في مصر ما يطلع منه غير نتفتين لحم. هذه المشويات. شو ما شاء الله كله بالانجلو والعرب. ماشي. والله الله عجلنا يعني. ايش اصور لكم الصور حقتهم. هذا الحمام اللي قال عليه حمام. هذا الرز والمعجنات. هذه ليش العصيرات. شوف هنا المشروبات الباردة والمشروبات السخنة. شوف دحين نروح على الحلويات نشوفها ايش عنده. حلويات يقول لك عنده جيلي كريم كراميل مهلبية فرن سلطة. هذه انا ليش اتربكت لانه جات بعض بنود الاجتماع فاهمين. هذه بعض البنود التي حضرت. ام علي عنده. حلو. اذا ام علي عنده نضرب ام علي. هذه الاسماك. جمبري سمك مش عارف ايه مقلي حريد فيليه بطارخ بيض صبيط رز صياديه مكرونه. يا سلام الشغل اخر حلاوه. هو باين عليه الشيف مصري. شوف هذه فروعهم ما شاء الله في كل مكان. اوه في الاسكندريه كمان. هاي هذا البنود اللي كده جات. ناخذ من الخبز شويه. اديكم كده جانب من الديكور حقهم في الترابيزه بس كده يعني.
وهذا جاء الشغل هنا ما شاء الله، هذا الرز الصيادية وهذا السمك. طيب أنا أستأذنكم، عندي كده بعض البنود يجب أن يعني أناقشها كده بإخلاص وتأني، وأنتوا عاد كل واحد فيكم يروح يناقش اجتماعاته براحته. السلام عليكم.